قلنا 26 سبتمبر بها نفخر. خيب ظلم خيب لظن الإمامة سار مدحورة. للحد ذا ما ترى الخاين ولا فكر. ويحسب أنه على ويحسب أنه على قافة الثورة. للحد ذا لا للحد ذا ما ترى الخاين ولا فكر. ويحسب أنه على قافة الثورة. نزف آيات التهاني والتبريكات للشعب اليمني كافة من أقصى إلى أقصى بمناسبة أعياد الثورة. باحتفال الذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر، وإنها لذكرى خالدة خلدوها الأجداد ونحن الأحفاد نقوم بها حتى انتصارنا على هذه الفئة الباغية. وفي هذه الليلة المباركة يقيم ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين برعاية اللواء سلطان بن علي العرادة عضو مجلس الرئاسي محافظ المحافظة، حفل جماهيري بهيج لجميع الهزيات الشعبية والرقصات وغيرها ابتهاجا بالأعياد السبتمبرية وأعياد الثورة الخالدة. وكان بالأمس عرض مهيب لوحدات رمزية من قوات الجيش الوطني وقوات الأمن الباسلة، فنحن فالذكرى هذه خالدة المخلدة. ورحم الله الشهداء الذين قاموا بالثورة الأم والشهداء الذين قاموا بالثورة الثانية الجمهورية الثانية، ونحن على دربهم سائرون. فالخلود وللشهداء والشفاء للجرحى ولا نامت أعين الجبناء وسلامتكم. نحن في محافظة مأرب اليوم نحتفل من رجال نساء صبيان شباب من كل شرائح المجتمع، مثقفون فنانون رسامون كل واحد بدوره يقوم بإحياء هذا اليوم العظيم. نحن في محافظة مأرب وجدنا للعيد نكهة لا أروع منها يعني بصراحة. سنعود ونحتفل في 70 قريبا بإذن الله، وذلك أمر يعني محتوم وحتمي. سنتغنى بقوافينا كما تغنى الشعراء السابقون. سننشد جميعا وسنشعل الشعلة في رأس جبل نقم قريبا بإذن الله، وفي محافظة دمار وفي محافظة إب وفي جميع محافظات الجمهورية. نحن نبلغ ونشكر الشباب الذين أحرقوا أشعال ومشاعل الشعلات في مناطق سيطرة الحوثيين، ونشد على أيديهم في المزيد من الحراك الثوري لإسقاط الإمامة الجديدة. وشكرا. في هذه الذكرى العظيمة أريد أن أقول أن هذا الاحتفال الجماهيري المهيب هو احتفال غاية في الروعة والجمال، احتفال كما نقول استثنائي في هذا العام غير الأعوام البقية، دليل على أن هذا الاحتفال تجسيد لامتداد لثورة 26 من سبتمبر، أن اليمنيين تواقين الحرية، اليمنيين تواقين للتخلص من بقايا الإمامة في هذا الوقت وهم ميليشيا الحوثي الإرهابية. في هذا اليوم المبارك اليوم ذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر، عندما نتأمل فيها تعلمنا أن أجدادنا كانوا شمخاء، كانت لهم عزة وكرامة. عندما الاستبداد الإمامي حاول أن يدوس على اليمنيين قالوا للأئمة لا، ووقفوا وقفة واحدة وحاربوا الأئمة وقضوا عليهم. وها نحن اليوم نتصور للمشهد نرى حثالة الأئمة ومن هو على عبد الملك الحوثي وشاكلته يريدون أن يعيدوا تقبيل الركب، يريدون أن يعيدوا عهد الأئمة، ولكن اليمنيين وقفوا كلمة واحدة وقالوا لا للاستبداد. وهم اليوم يجسدون أجمل التضحيات بأرواحهم وبدمائهم دفاعا عن الوطن والدين والعرض. فنشكر كل من ضحى بماله للحفاظ على هذا الوطن، ونشكر كل من ضحى. ثورة 26 من سبتمبر إنها الثورة التي صنعها أجدادنا، وسنحافظ عليها نحن أحفادهم، وستبقى مخلدة في تاريخ اليمن. ثورة 26 من سبتمبر هي الثورة الأم، كانت في عام 1962، وأولا أريد أن أهدي الشكر والتقدير لأجدادنا الكرام وآبائنا الحاليين، واثنين سنحقق أهداف الثورة اليمنية، وثالثا أريد أن أشكر الجيش الوطني على مقاومته من الحوثيين.